عناب راهي نايت سطيف راهي نايت سلطين راهي نايت وهران راهي نايت جنسان راهي نايت شايح راهي نايت أدرار راهي نايت نوكلا راهي نايت شلفة راهي نايت تندوف راهي نايت جارد راهي نايت في كثير من الأحيان يقال إنها أشد وقعاً وتأثيراً من سياط الجلادين، إنها الكلمات والحروف سلاح الحالمين وطريق الطامحين نحو ضفة أخرى ومستقبل آخر. في ثورة الجزائر الأخيرة شق الهتاف طريقه ضمن مسار الأغنية الثورية، فظهر في قالب أغاني قصيرة تلهب حماس المحتجين في الميادين. يماك تري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشي وعلى الحرية يما ولادك متحضرين. مجموعة من الفنانين الجزائريين المقيمين داخل وخارج البلاد تفاعلوا مع الحراك الشعبي بإصدار أغاني تعبر عن مطالبه وتشيد بالمظاهرات وسلميتها. لالي باردة لالي باردة لالي باردة سيدا بغضانوكا. أشهر هذه الأغنيات لا ليبرتي أو الحرية لمغني الراب الجزائري سول كينغ، حققت نحو 36 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. تفاعل الجزائريون معها بقوة واتخذوها كشعار لهم في المظاهرات الشعبية ضد نظام بوتفليقة. ولد القومي فازي فهمني قول لي الدول الأخرى متطورة وإحنا يخافوا فينا كل دقيقة غير بالطورة، حبوا يرجعونا لورا بانتخابات مزورة، واحد ما راح يفوت عبنضية كل معورة بنضية كل لازم يديره. هذا فنان الراب لطفي دوبلكانو الذي سبق أن منعته السلطات الجزائرية من دخول البلاد، كان أحد الفنانين الذين ساندوا الاحتجاجات ودعموها من خلال أغنية حملت عنوان ضد الولاية الخامسة وحازت أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أيام قليلة. لطفي كغيره من الفنانين الجزائريين جمعت بينهم النقمة على سياسات نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ورموزه، فحققت أغانيهم انتشاراً واسعاً ليس فقط داخل الجزائر وإنما في دول العالم أجمع. رايت عيط لا للعهدة الخامسة، رايت عيط يا رئيس أنا البليس، رايت عيط مسيو البريزيدون. نو يو كانت. تبقى الأغنية التي قدمها شباب الجزائر وفنانوها محط إعجاب كثيرين، كلمات لم تتوقف عند الانفعال بالحدث والإمعان في تفاصيله، وإنما أيضاً تنامت معه وواكبت كل مراحله ومواجهاته وتحدياته. هنا في هذه الساحات اندمجت الكلمة مع اللحن فقارعت الأغاني دخان المواجهات. بدأ كل شيء بكلمة ثم هتاف فمواجهة وصولاً للانتصار، انتصار الديمقراطية.